يعطيكم العافية جميعا. اليوم إن شاء الله راح نحكي عن موضوع جديد اللي هو الكنترول. بالبداية راح نحكي عن بدايات عن الكنترول، شو هو الكنترول ثيوري وليش بدنا نحكي عن الكنترول ثيوري، ونشوف يعني كيف ممكن نستخدم الكنترول ثيوري بالتحكم في الموبايل روبوت. هلأ الموبايل روبوت مش هو الوحيد اللي هو الميكانيكال سيستم أو السيستم الدايناميك سيستم اللي ممكن نتحكم فيه باستخدام الكنترول ثيوري. فالحكي اللي رح نحكيه بينطبق على أشياء كثيرة منها الموبايل روبوت، ولكن احنا هون رح نوجه الحكي كله، كل ديسكشن، كل يعني الاكزامبلز اللي رح نحكيها رح تكون بتخص الموبايل روبوت. هلا ممكن أي دايناميك سيستم ثاني نحكي عنه نفس الثيوري اللي بنحكيها ممكن نحكي عنه فيها هناك، فنفس الشيء يعني ما راح يفرق كثيوري، بس ممكن طريقة التعامل شوي تكون مختلفة، ويعني تحليل بالأخير الريزلتس اللي بتطلع معنا أو يعني الإشي اللي بدنا إياه ممكن يكون مختلف. فهون إن شاء الله راح نبلش بداية نحكي عن الكنترول للموبايل روبوت. وبداية راح نبلش نحكي شو هو الكنترول ثيوري. هلا الكنترول ثيوري زي ما حكينا هي عباره عن ثيوري موجوده. في عندنا شيء بنسميه كلاسيكال كنترول، في عندنا المودرن كنترول، في عندنا الكنترول يعني حتى اذا بنحكي عن كورسز في عندنا كورسز كثيره بالكنترول، فممكن يعني ان شاء الله بس يعني راح تاخذوا اتليست وان كورس بالماستر، واذا كملتوا بالدكتوراه وكان مجالك بالكنترول ممكن تاخذ يعني 10 15 كورس بالكنترول وما ينتهي الموضوع، لانه في مواضيع كثير يعني كثير بالكنترول، ممكن مواضيع لسه يعني بحاجه لدراسه، بعض الابلكيشنز بعض السيستمز بحاجه انه يعني ناخذها بعين الاعتبار، في بعض الاشياء الدقيقه ممكن نحاول نحلها مش موجوده بال يعني بالليترشر. فعشان هيك يعني استل يعني في ناس كثير بيحكوا عن الكنترول، في بروفيسورز قاعدين بيشتغلوا كل شغلهم كنترول وبالريسيرش تبعهم حسب الابلكيشن، في ناس بيور يعني كنترول يعني بيشتغلوا على الكنترول ثيوري اتسلف يعني بغض النظر شو كان الابلكيشن، وفي ناس في عندهم ابلكيشنز معينه بيحاولوا يطوروا الكنترول ثيوري اللي هي اللي بيستخدموها على اساس يطوروا البيرفورمانس يحسنوا البيرفورمانس. لغايه الان ومع كل الشغل هذا اللي صار في عندنا كنترولر رح نحكي عنه اللي هو بي اي دي كنترولر، يمكن يكاد يكون يعني 80% من الابلكيشنز، خلينا نحكي الابلكيشنز العمليه بيستخدم في بي اي دي كنترولر. فبالبدايه رح نعرف شو هو البي اي دي كنترولر بعد ما نعرف شو يعني الكنترول ثيوري، ورح نحكي شوي عنه تفاصيل ونشوف انه فعلا بحل لنا مشاكل معينه، ومنها بالموبايل روبوت ممكن يكون يعني شيء يعني ممكن يكون كنترولر نعتمد عليه. هلا بالبدايه اللي ما بيعرف شو يعني الكنترول ثيوري، باختصار هي ثيوري البيست تبعها ماث، بحاول انا عندي اعمل كنترول يعني بحاول اتحكم في سيستم. هلا السيستم هذا بحاول اتحكم فيه كونه بحاول اتحكم فيه، اذا هو بيتغير اكيد يعني دايناميك سيستم بيتغير مع الزمن، يعني انا بحاولش اتحكم مثلا في وزن لانه الوزن مثلا ثابت زي ما بتعرفوا مثلا، بس بحاول مثلا اتحكم بسرعه، السرعه بتختلف كذا، بحاول اتحكم درجه حراره بتختلف مع الزمن. فهو اي سيستم ممكن يكون بيتغير مع الزمن راح يعني ممكن نطبق الكنترول ثيوري. والكنترول ثيوري يعني لما نقصد عن دايناميك سيستم هو اي شيء بيتغير with time، اي سيستم يعني هو شيء بيتغير with time، والكنترول هو عباره عن هذا التاثير او ممكن يكون تاثير بغير هذا السيستم يعني او بغير يعني بالسيستم. فمثلا خلينا نحكي ممكن نتحكم بالسرعة، فيكون عندنا الكنترول الانبوت اللي هي مثلا سرعة اللي هي الانجن مثلا قديش عملية الاحتراق اللي بتصير بالانجن، او مثلا اذا كنا بنحكي عن دي سي موتور يكون الفولتية هي الانبوت، هي الكنترول لو بنسميها الانبوت للسيجنال. هلا اكزامبلز في اكزامبلز كثيرة عندنا يعني الاتش فاك، واللي بيعرف شو الاتش فاك اللي هو heating ventilating and air conditioning system اللي هو نظام التكييف اللي بنستخدمه، نظام التكييف
بتعرفوا انه درجة الحرارة اذا بدي اتحكم فيها ممكن اتحكم فيها بحيث اوصل درجة ست بوينت معينة، مثلا انا حاط درجة حرارة 24 فبدي اوصل لدرجة حرارة 24، بدي اوصل لدرجة حرارة 25 30 حسب الست بوينت اللي انا بحطهم، ممكن بدي اوصل لدرجة حرارة 4 ديجري في بعض الابلكيشنز، بدي اوصل هاي الست بوينت اللي هي اللي رح نحكي عنها اللي هي الريفرنس اللي بنحكي عنه. ف الاتشباك سيستم يعني بحط درجه حراره اللي بدي اياها، وفي عندي رح نشوف الكنترول هذا رح يعمل لي اللي هي بيكون عامل ديزاين ل خلينا نحكي لكنترولر، هذا بيتحكم لي بدرجه الحراره تبعت الغرفه بحيث توصل للست بوينت هاد كونها بتتغير قاعد. هلا اذا رجعت نزلت درجه الحراره اكيد السيستم رح يرجع يغير ورح يرجع يوصل لدرجه الحراره. مش بس الاتشباك، في عندنا الاوتو بايلوتس، يعني والاوتو بايلوتس كلكم بتعرفوهم، الروبوتس، في عندنا ابلكيشن كثير، حتى الانفكشن سيستم يعني خلينا نحكي الامراض المعديه هي تعتبر دايناميك سيستم وبصير في عليها عمليه كنترول، وممكن نطبق الكنترول ثيوري عليها باي ذا واي، يعني في ناس بتدرس هذا الموضوع. فدائما يعني احنا بتعرفوا هلا بوقت اللي هو العدوى اللي بتصير هاي اكيد هي يعني قاعده بتتطور بتتغير بشكل ديناميكي. شو يعني بشكل ديناميكي؟ يعني بتتغير بتنتشر مع الوقت، وفي مودلز ماثيماتيكال مودلز بحكمها. هل الانبوت عليها يعني الماثيماتيكال مودلز ممكن تكون عدد الاشخاص المصابين، وهي حسب الناس شو بحطوا الثيوري اللي هم مختصين بحطوا لها موديل او ماثيماتيكال يعني موديل لها. واحنا ممكن يكون في انبوت معين يعني من طرق مثلا الكنترول لها، بتعرفوا انك تعزل الناس عن بعض زي ما صار فينا هلا، زي يعني ممكن تعطيهم مثلا أدوية معينة، ممكن تعطيهم بعض الأشياء، هاي تعتبر input على السيستم، input على السيستم على الدايناميك سيستم. الأوتبوت تبعه ممكن يكون عدد المرضى، قديش قاعد بينتشر، قديش بتكاثر عدد المرضى، وهذا الأوتبوت فأنا باخذه وبشوف قديش وممكن أعمل أكشن معينة. وبصراحة الكنترول احنا بنطبقه كثير بحياتنا العملية، يعني بأي شيء بتكون، حتى مرات بموضوع دراستك بتكون أنت عندك جول معين بدك توصل له، بدك يعني تدرس مثلا تخلص الماتيريال كلها قبل وقت الامتحان، بتروح بتحط برنامج وبتبلش تشتغل عليه، بعدين بتشوف حالك مثلا والله تأخرت او كثير مبكر يعني قدمت بالماتيريال او بتحط يعني بتاخذ شوف كيف وضعك، وبعدين بتاخذ سيناريو ثاني ممكن تعدل، يعني ممكن تكون مثلا بدك تخلص شابتر 5 اليوم، ممكن مثلا تحكي لا اوكي معي وقت زياده خليني احل امثله على شابتر 4 وبعدين بروح على شابتر 5. اعملي هي كنترول يعني ستيل كنترول. هلا في عندنا مسميات زي رح نحكي عنها هون لما نحكي عن دايناميك سيستم، حكينا اللي هو إشي بيتغير with time، something that changes with time، control اللي هو الانفلونس that changes the system's rate، الستيت اللي هي عبارة عن representation of what the system is currently doing، يعني الحالة اللي صارت. مثلا لما نحكي عن سرعة أكيد الستيت تبعته اللي هي السبيد تبعته، ممكن نحكي عن البوزيشن عن التمبريتشر تعتبر ستيت، هاي الستيت تبعت السيستم. يعني لما نحكي ستيت يعني بتكون واحدة من الفاريبلز تبعت السيستم بتتغير، نحكي مثلا عن العدوى ممكن عدد المرضى يكون ستيت للسيستم، ممكن يعني سرعة الانتشار تبعته تكون ستيت للسيستم. ففي أكثر يعني هاي الستيت كلمة عامة، وممكن نحدد إحنا شو مهتمين، شو الستيتس اللي هي بتهمنا بالموضوع، أو الستيتس ممكن تكون مجربل يعني ممكن نقدر نقيسها وممكن لا، باي ذا واي مش كل الستيتس ممكن نقدر نقيسهم، يعني ممكن ستيتس ما نقدر نعرفهم. هلا الريفرنس اللي هي الست بوينت اللي انا حطيناها، واذا بتتذكروا قبل شوي حكينا على التمبريتشر اللي هي مثلا لما تحط درجه الحراره 25 هي هاي الريفرنس تبعتك. في ناس بسموها الديزايرد اوت، في ناس بسموها الريفرنس، في ناس بسموها الجول، في ناس يعني في لها اكثر من اسماء، بس هي انت بدك شو بدك من السيستم يعمل، او شو هي الهدف تبعك اللي ناوي توصل له. والله ناوي اوصل لسرعه السياره تكون 60 مثلا او 100 كيلومتر بير اور، هي هاي الديزايرد سبيد تبعتي، او اللي هي الريفرنس تبعك او الست بوينت تبعك. طيب هلا بالعاده الدايناميك سيستم بيكون في له انبوت وله اوتبوت. هلا الانبوت بالعاده بتكون على السيستم هي الديزايرد اوتبوت، انا بدي اياها اذا كانت اوف اللوب زي ما انتم شايفين هون، وبيكون بحكم لي في السيستم هون زي ما انتم شايفين
بيكون بيحكم في اللي هو بيكون بيحكمني في dynamic model. dynamic model زي ما احنا شايفين x dot equal f of x, و x هون مقصود فيها اللي هي اللي هما الـ states, ممكن يكون f x أو f x و t, يعني تكون function of x و time أو function, أو يعني الـ f x و t يعني الـ states بتتغير with time قاعدة, أو ممكن تكون f of x يعني function of state اللي هو rate change للـ state. يعني مثلا لما نحكي عن لما تكون الستيت عندي البوزيشن, اذا اكس دوت اللي هي الفيلوسيتي, فهون بنحكي ممكن يكون في علاقه هاي فانكشن بيربط بين البوزيشن وبين الفيلوسيتي, بين البوزيشن والفيلوسيتي اكس واكس دوت. هلا الدايناميك سيستم زي ما حكينا بالعاده بيكون في له موديل, حكينا على الموديل اللي هو الموبايل روبوت واللي هو الديفرنشال موديل, ورح نحكي ان شاء الله هون رح نرجع نعيد الموضوع هذا ورح نرجع نحكي فيه ان شاء الله. طيب هلا هون انا شو بدي بالعاده, طبعا السيستم ممكن يعني مباشره اخذه بدون كنترولر, وممكن شو اعمل, ممكن ادخل عليه على الكنترولر تبعي, ادخل السيستم عفوا ادخل يكون عندي الانبوت على كنترولر, الكنترولر هذه يتحكم لي بالسيستم, وراح يكون في عندي اكتوال اوتبوت هون او اللي هو الاوتبوت تبع السيستم. يعني انا بدخل انبوت مباشره على السيستم, مثلا نحكي عن فولتيه, ممكن ادخل زي ما حكينا هون مباشره ادخل فولت معين وطلع لي السبيد تبعت الموتور. اذا بنحكي عن موتور كان عندي دايناميك سيستم هو عباره عن الموتور, ممكن اذا ندخل فولتيه يطلع لي السبيد. هلا هاي بيكون ما في اي عمليه كنترول هون, انت بس دخلت فولتيه وسبيد, او ممكن تدخل هون فولتيه على الكنترولر, والكنترولر حسب الفولتيه اللي دخلتها عليه راح يعطي اوردر اللي هي بنسميه يو, او الكنترول لو هون بنسميها, هذا اليو اللي هي الكنترول لو ممكن تكون لا السيستم, ممكن ندخل عليه اذا الكنترول لو هون اللي هي يكون انبوت للسيستم, وبكون في عندنا وهي بنسميها اللي هي الاوبن لوب, اوبن لوب كنترولر. اوكي طيب هلا احنا بالعاده الاوبن لوب كنترولر ما بتفيدنا بالغرض, لانه انت بتعطيه للسيستم, تحكي للسيستم, يعني ما بيكون في عندك اي نحكي معلومات عن السيستم, السيستم شو راح يعمل لك. يعني انت بالاخير بتعطيه زي ما حكينا هون بتعطيه فولتيه معينه وبتحكي له, يعني بس على انت شو بتعرف عن السيستم, بتكون عامل ديزاين للكنترولر, وهون هدفنا نعمل ديزاين, يعني رح نحكي عن الديزاين للكنترولر, بتكون معطيه ورح يطلع اوتبوت. فمثلا اذا بنحكي عن سرعه موتور, انت بتعطيه فولتيه معينه وبتتخيل الكنترولر هذا رح يعطي اوردر معين يلبي لك الاشي اللي بدك اياه. طبعا يعني هذا الاشي ممكن يكون يعني يشتغل وممكن لا, لانه ممكن هون يكون في عندي مشاكل بالسيستم, يتغير السيستم نفسه مع الزمن يصير في مشاكل, مثلا اذا كان في جيرز ممكن يصير في عندنا عمليه المشنج للجيرز ما يكونش في مش, يصير في عندنا مشاكل كثيره بالمشنج تبعت الجيرز, بالفريكشن, باشياء كثير معينه, السبيد اللي انا كنت بتوقعها تطلع ما تكونش زي ما بدي. واذا بنلجا للطريقه الثانيه اللي هو انتم بتعرفوها اللي هي الكلوز لوب كنترول. هلا الكلوز لوب كنترول زي ما انتم شايفين من عفوا هون المفروض تكون كلوز لوب كنترول, زي ما انتم شايفين هون الكلوز لوب كنترول عباره عن كنترولر, انا بعطي اوردر, هلا رح نشوف شو اللي بعطيه اياه هون. الكنترولر بتحكم لي بالسيستم, بالدايناميك سيستم. لما نحكي عن مثلا عن دي سي موتور, الكنترولر بيطلع لي الكنترول لوب, بدخل لي على السيستم على الموتور, والموتور هون اكيد راح يطلع لي سبيد. هلا انا عشان اشوف وصلت للسبيد اللي بدي اياها او البوزيشن, ممكن يكون انا بدي اتحكم بالبوزيشن طبعا مش السبيد بس, بس يعني ان جنرال بحكي ممكن هون يكون الاوتبوت انت مهتم بالبوزيشن مش بالسبيد, ف يعني بشوف شو الاوتبوت بدي اياه, هذا بنسميه الاكتوال اوتبوت, الشيء اللي بدي اياه. عشان هيك بعمل له ميجرمنت, يعني هون بعمل له في سنسر, بقيس السنسور والسنسور بيرجع لي الاوتبوت. فمثلا انا كنت معطي بدي الاوتبوت ل مثلا خلينا نحكي عن
موتر بدي اياه مثلا الاوتبوت له 50 ار بي ام، فبحكي له بدي الاوتبوت 50 ار بي ام، نفترض انه وصل الموتر ل 40 مش ل 50، فلا انا كنت بحكي عن 50 ار بي ام وحكيت للموتور بدي توصله ل اللي هو عفوا حكينا اذا يعني حكيت بدي يوصل 50 ار بي ام، وهون اعطيته اوردر على اساس يوصل 50 ار بي ام، لسبب او معين ما وصل لل 50 ار بي ام، كان 40 ار بي ام، انا باخذه هون وبرجع فيه باخذ بقيسه من السنسور وبشوفه. هلا بيعطيني اياها هون كم راح يعطيني اياها؟ راح يعطيني اياها هي عباره عن اللي هي يعني انا كنت بدي اياها هون اعطيته الاوردر، هلا الاكتوال 1 طلعت 40، اذا هون راح اخذ 40 وارجع. انا كنت معطي الاوردر تبعي الديزايرد اوتبوت هذا اللي سميناه الريفرنس هون، كنت بدي اياه 50. هلا هذا معناته انه انا لسه ما وصلت، في عندي ايرور، فبروح بطرحهم من بعض، 50 ماينس 40 اللي هي الايرور هون عندي، هاي الايرور راح يطلع عندي 10. هلا الكنترولر بدخل له انه في عندي ايرور 10، راح يعرف الكنترولر انه انا لسه ما وصلت للديزايرد اوتبوت، يعني لسه الاكتوال اوتبوت ما صارش ايكوال الديزايرد اوتبوت، او الانبوت اللي بدي اياه اللي انا مدخلها على السيستم ما وصلتها، ما وصل للشيء اللي بدي اياه، راح هذا يعطي اوردر يرجع للسيستم حسب الايرور اللي عندي، عندي 10 راح يخلي السيستم مثلا يزيد سرعته، بعد هيك راح يوصل مثلا ل 49، راح يروح هاي 49 راح تروح على السيستم، 50 ماينس 49 راح يصير في عندي الايرور 1، راح يحكي للكنترولر الايرور 1، الكنترولر راح يعطي اوردر لسه ما وصلت، راح يزيد راح نوصل 50، وراح يرجع هون يعطيني 50. المفروض هون بالحاله هاي لما اوصل طبعا هاي 50 راح ترجع ل زيرو ايرور، يكون في عندي الكنترولر يحكي للسيستم خليك على ما انت عليك، وهذا الاشي متوقع لما تعمل ديزاين للسيستم، انك لما توصل للديزاير اوتبوت الاكتوال يوصل للديزاير، انه يعني لما يكون هون الديزاير اوتبوت ايكوال اكتوال اوتبوت السيستم يضل على ما هو عليه وما يتغير، وذات سيت انا بكون وصلت للسبيد اللي بدي اياه. هاي مبدا الكلوز لوب كنترول. طب احنا شو بدنا نعمل هلا السيستم؟ احنا هون عندنا بنحكي عن موبايل روبوت، ورح يعني نفصل حكي اكثر شيء عن الديفرنشال موبايل روبوت. بالسيستم هون المفروض يكون عندنا اللي هو الدايناميك سيستم اللي حكينا عنه، وهون السيستم عندنا احنا معروف. اللي بدنا نعمله هون بدنا نشوف كيف ممكن نصمم كنترولر بحيث اذا بدي شيء معين الموبايل روبوت، سواء بنحكي عن الزاوية نتحكم فيه، الاورينتيشن اللي في يمين يسار، او السبيد تبعته او البوزيشن تبعه نقدر نتحكم فيه باستخدام هذا الاشي. فرح المفروض فينا نقدر نصمم كنترولر يعمل لنا هذا الاشي، وهذا الاشي اللي راح نحكي عنه ان شاء الله في المحاضرة هاي والمحاضرات الجاية. طيب هلا بتتذكروا هلا حكينا الكنترول اللي هي الكنترول سيجنال، او بنسميها الكنترول لو اللي هي اليو. هلا كيف لازم اختار اليو؟ طبعا اليو لما تيجي تختار بتوقع منك، يعني دائما نتوقع يعني تقريبا خمس اشياء. اول شيء الاستابيليتي. شو يعني الاستابيليتي؟ يعني اذا بروح السيستم عليه وبحكي له انا دخلت لك انبوت معين، مثلا دخلت له الديزايرد انبوت بدي اياها مثلا تمشي على شكل ساين، بدي اغير السبيد على شكل ساين يزيد وينقص مثلا هيك او whatever، المفروض فيه الاوتبوت يكون يزيد وينقص، يعني هون يعني هذا المفروض فيه. هلا اذا دخلت له احنا بنسميه باوندد انبوت، يعني شيء باوندد بين تو فاليوز، خلينا نحكي بين الخمسة والناقص خمسة، او ممكن يكون كونستانت، هذا زي ما حكينا قبل شوي مثلا 100 ولا 500 ولا whatever، المفروض الاوتبوت يكون باوندد، يعني ما يصير في عندي هذا الوضع بالاوتبوت اكسبوننشال، يعني المفروض انه اقدر اتحكم. هلا اذا الاوتبوت اكسبوننشال اذا انا في عندي ما في عندي ستابيليتي، السيستم مش ستيبل،
وزي ما بتشوفي مثلا زي الوضع اللي بصير اذا اجينا مثلا خلينا نحكي عن النظام اللي هو العتوه، اذا انت قاعد تعطي كنترولر معين وقاعد العدد بتزايد عندك بشكل اكسبوننشال او بشكل انباوندد بنسميه، يعني مش محصور قاعد بزيد، فانت هون في مشكله. الكنترولر عندك السيستم صار مش ستيبل، يعني في مشكله. الكنترولر هون بالعكس يعني هو بيعمل لي مشاكل. إذن هاي أول وحدة، فدائما بنسميه اللي هو كثير في ناس يعني بيسموه people أو bounded input bounded output اللي هي PIPO، فهذا معروف. هلا الاستابيليتي نقيسها في أكثر من طريقة، بس هي هاي أكثر من أكثر الطرق يعني اللي بنحكي عنها، يعني ممكن نشرحها ببساطة وهيك بس، ولكن في أكثر من طريقة لقياس الاستابيليتي للسيستم. طيب يعني هاي ممكن نحكي انه اذا كان عندي باوندد انبوت لازم الاوتبوت يكون باوندد. هلا اكيد اذا الانبوت مش باوندد ممكن الاوتبوت، لانه المفروض يتبع الانبوت، فيعني عشان هيك بنحكي باوندد انبوت باوندد اوتبوت. اذا بدخل له قيمه معينه بين قيمه وقيمه المفروض الاوتبوت يكون نفس الشيء. طيب الشيء الثاني تراكنج، اللي هو عمليه التراكنج. المفروض اذا انا اعطيته مثلا السيستم بده يوصل ل 100 RPM، المفروض يوصل لل 100 RPM، مش يوصل عند ال 40 ووقف، او وصل عند ال 70 ووقف او 80 ووقف. فانا 100 يعني 100. هلا اذا اعطيته مثلا بدي اياه يتغير بساين ويف، المفروض الاوت زي ما حكينا يتغير بساين ويف. فهي الاشياء بالنسبه للتراكنج. اذا عندنا الاستابيليتي، عندنا التراكنج، الروبوستنس. هلا المفروض الكنترولر تبعك يكون روبست. شو يعني روبست؟ يعني اذا انا عندي صار في تغير بالسيستم، زي ما حكيت لكم باول محاضره، اذا كان عندي في موتور وهذا الموتور قاعد بلف وموصول مع جيرز، اذا صار في مشكله بالجيرز المفروض هذول ما ياثروا لي على السيستم اتسلف، يعني على الكنترولر. يعني الكنترولر لازم يوصل لي للتسير اوتبوت اللي بدي اياه. او مثلا نحكي مثلا بدنا نعمل نظام تحكم بسرعه سياره. هلا اذا سرعه السياره نظام، هلا رح نحكي عنه كمان شوي، اللي هو كروز كنترول سيستم، كلكم يعني سمعتوا فيه او شفتوه او استخدمتوه اكيد. اللي هو كروز كنترول سيستم تعرفوه كلكم، بحط سرعه معينه بثبت سرعته، في ناس سموه ثبت السياره باي ذا واي، بثبت سرعه السياره لغايه معينه، مثلا بنحكي 100 كيلومتر بالساعه بثبته. هلا المفروض يوصل لي لل 100 كيلومتر بكل ساعه. نفترض انه انت هلا وصلك وانت بس السائق، هلا المفروض لو اجى ركب معك خمس ركاب زياده في لتسي مثلا وزنهم كان 350 كيلوغرام، المفروض هذا ما ياثر على السياره، على الكنترولر. يعني اذا حطيت عند ال 100 كيلومتر المفروض يوصل عند ال 100 كيلومتر، يعني الماس المفروض تبعت السياره ما تكونش جزء من الكنترولر، لانه اذا كانت جزء من الكنترولر رح يكون البيهيفير تبع السياره بيختلف حسب الماس. هذا شيء لازم ننتبه، يعني الروبوت المفروض لما تعمل كنترول له ما يكونش هذا شيء جزء منها، وخلينا متذكرين هذا الموضوع. فعشان هيك اي باراميتر بيعتمد ممكن يتغير بالروبوت، مش ممكن نعتمد عليه لما بدنا نختار اللي هو الكنترول لو، او زي ما حكينا السيجنال يو اللي هي بتدخل على السيستم. هلا الشيء الرابع اللي هو disturbance rejection. disturbance rejection يعني مرات ممكن يكون في عندي على شكل مثلا، خلينا نحكي انت ممكن يكون عندك مثلا يعني خلينا نحكي انت عامل ديزاين لشيء معين، ما خلينا نحكي الكوادروتر مثلا، عامل ديزاين اللي هو الدرون الكوادروتر، وهي الدرون قاعده بتطير وبدك ترفع البوزيشن تبعها، ارتفاعها عن الارض بدك تتحكم فيه مثلا، بدك تحط وصل ارتفاعها 100 متر مثلا. هلا المفروض اذا هب هواء هذا ما ياثر لي على الموضوع، هذا بنسميه ديستربنس، يعني شيء بشوش على السيستم. المفروض في عند السيستم يكون ريجكشن او الكنترول، لازم يكون في عند الكنترولر ريجكشن لهي الديستربنس. يعني الهواء انت بالعاده بتكون لانه مش موجود دائما مش ماخذه بعين الاعتبار، فعشان هيك لازم اذا هب هواء السيستم يكون يرجع لحالته، يرجع لمكانه الطبيعي. هلا بغض النظر عن هدول الاشياء كلهم ممكن نحققهم، وممكن اكثر من كنترول لو يحققهم، يعني ممكن اعمل مثلا 2-3 كنترولر يو سيجنال، يعني على شو يعني كنترول لو، يعني ممكن يكون فانكشن اوف شيء.
معين. يعني ممكن نحكي يو بيساوي مثلا 5 بلا بلا يعني ألفا بلس مثلا 10، وممكن يو تاني بيساوي 5 ألف سكوير مثلا بلس 2. هلا ممكن الاثنين هذول الاشياء كلهم ما عندهم مشكله، عنده استابيليتي عالي تراكنج روبستنس والديستربنس ريجكشن تو. يعني اذا بحط بخلي اليو بكتبها او بخلي الكنترولر يعمل لي اليو كان هذا بيساوي هذا او هذا، راح هذول الاشياء كلهم ما في عنده مشكله فيهم. هلا نيجي لمرحله الاوبتيماليتي. زي ما بتعرفوا دائما مش دائما الكنترولر بدي يعني بدي اياه يكون اوبتيمال. شو يعني اوبتيمال؟ بدي اخفف الكوست تبعه، يعني بدي يكون افضل كنترولر بيكون بيوديني للإشي اللي بدي اياه. هلا من ناحيه كوست، من ناحيه على السيستم، يعني ما يخرب ليش السيستم، من ناحيه الراحه مثلا لما نحكي عن سياره بديش سيستم يروح لي مباشره مثلا لسرعه ال 100 كيلومتر بكل ساعه، وانت تصير اذا معك مثلا ايش بايدك مثلا كاسه قهوه او شيء ينكب هذه الكاسه. فهي يعني بدنا اياها اللي يكون السيستم عندك اوبتيمال، وبالعاده اوبتيماليتي بنطلع عليها من ناحيه الانرجي، انرجي كوست للسيستم. طيب قبل ما نبلش حكي عن موضوع السيستم بدنا نحكي عن اللي هو الكونتينيوس والديسكريت سيستم. هلا الكونتينيوس والديسكريت سيستم زي ما انتم بتعرفوا احنا دائما بيكون في عندي اللي هو بيكون عندي اللي هو دائما يعني بالنسبه للكونتينيوس سيستم مثل التمبريتشر مثلا بتكون تتغير بشكل كونتينيوس مثلا. بس في عندي انا لما بدي اجي اعمل امبلمنتيشن للكنترولر، شو يعني بدي اعمل امبلمنتيشن؟ يعني بدي اخذ الكنترولر واحطه على كمبيوتر، او بدي احطه مايكرو كنترولر. هذا الكمبيوتر او المايكرو كنترولر زي ما بتعرفوا هو ديجيتال ديفايس، عشان هيك بدنا نعرف شو يعني ديسكريت سيستم. هلا شو يعني discrete system بالماث؟ يعني هلا الستيت الحاليه، خلينا نحكي مثلا درجه الحراره الحاليه بتعتمد على درجه الحراره الماضي زائد الانبوت تبع الكنترولر اليو. اليو اللي هو اللي السابق، يعني لما نحكي كي بلس 1 يعني اللي بعده، اللي هي خلينا نحكي المرحله اللي بعدها او درجه الحراره اللي بعدها، بتعتمد على درجه الحراره الحاليه اللي هي هاي هون. لما نحكي عن اكس هي درجه الحراره زائد الانبوت. شو كان في عندي input؟ أكيد هيك. فدائما نكتب discrete time system أو discrete time equation أو بنسميها difference equation بهالشكل هذا. إذا ال state الحالية بتساوي أو future state خلينا نسميها أو new state بتساوي، هي دائما بتكون function of previous state زائد previous input. شو في مثال على هاي ال time؟ ال time يعتبر أو الساعة يعني تعتبر نوع من انواع اللي هو ديسكريت سيستم. هلا اذا باجي بحكي لك هلا كم الـ كم يعني لو اجي نحط تايمر وجبنا على الثواني قاعد بدلنا بثواني وحكيت له كم الوقت، هلا راح تحكي لي اللي هو مثلا بيساوي الوقت قبل ثانيه زائد واحد ثانيه، صح؟ هو يعتبر ديسكريت سيستم. لو بتطلع دائما على المؤشر بيطلع ديسكريت، بيكون مؤشر اللي هو الثواني او الدقائق او الساعات. فمثلا اذا بنحكي اكس 100 بيساوي اكس 99. شو يعني اكس 100؟ يعني اكس عند اللي هي خلينا نحكي البيريود 100، يعني عند البيريود الديسكريت بيريود 100 بيساوي الاكس عند البيريود 99 زائد 1. اوكي، فاذا بنحكي عن مثلا خلينا نحكي الثانيه مثلا 50 راح بتكون بتساوي اللي هي 49 زائد 1. اوكي، فهي بنحكي هون احنا عن الديسكريت. فهلا اذا اجيت قلت لك اللي هو الاكس او الستيت تبعت الثواني عند 50 كم، راح تحكي لي اللي هي الستيت اللي عند الثانية 49 زائد 1. وضروري نفهم الديفرنس ايكويشن كيف بتشتغل عشان لما بدنا نعمل زي ما حكيت لكم امبلمنتيشن. هلا لما اروح على الكونتينوس سيستم، هلا ديسكريت زي ما حكينا ديسكريت فانكشن،
واضح. لما نروح على continuous، هلا اذا شفته كنت اكتب الdifference equation بهالشكل هذا، هلا بكتب اللي هو continuous equation على شكل differential equation. x dot بيساوي dx على dt وبيساوي function of x and u، function of the state و function of the input، نفس الشيء. هلا اذا بدي اجي اكتب التايم او الثواني على شكل continuous، بنحكي x dot equal 1. ليش x dot equal 1؟ خلينا نحكي لو عندي الثواني اجينا نحسبهم، عندي الثاني واحد رح يكون واحد، يعني هون عندي discrete time انا بحكي، وعندي الزير رح يكون زير، وعندي اثنين رح يكون عندي اثنين، وعندي الثلاث رح يكون عندي ثلاث، وعندي الاربعة رح يكون عندي اربعة. هلا اذا اجيت عملت خط بيناتهم هذا رح يكون في عندي خط بهالشكل هذا، واذا اجيت اخذت السلوب تبعه اللي هو الريت تشينج تبعته رح يكون السلوب تبعه بيمثل لي الواحد، يعني كل ما اروح بالاكس دايركشن واحد او بالتايم واحد وان ستيب رح يتغير عندي هون الاوتبوت وان ستيب. هذا هيك معناته التايم ريت ايكوال واحد او الاكس دوت ايكوال واحد، ونفس الاشي يعني هو نفس الفكره هون بالديسكريت او الديفرنس ايكويشن او بالديفرنشال ايكويشن. طيب شوفي احنا ليش بنحكي عن الكونتينوس ايكويشن، ليش بنحكيش عن الكونتينوس فانكشن، ليش بنحكي عن يعني ليش ما بنحكي بس عن الديسكريت فانكشن؟ لانه ببساطه كل الفيزيكال سيستمز اللي عندنا وبنتعامل معهم بالميكانيكال سيستم هم عباره عن كونتينوس فانكشنز. طيب شو يعني أكثر يعني بجوز equation نتعامل معها أو يعني مهم كتير عنا بالديناميك اللي هو F بيساوي M في A اللي هو نيوتن سكند لو، اللي هي الفورس بيساوي الماس في الأكسلريشن، والماس في الأكسلريشن بتعرفوا الأكسلريشن إذا أحكينا عن الأكسلريشن هو مشتقة الفيلوستي، فإذا كانت عندي الستيت تبعتي هي الفيلوستي يعني V equal X، إذا بقدر أحكي إنه F بيساوي M في dx على dt، يعني الفورس بيساوي الماس كونستانت مضروب في مشتقة الفيلوستي على على بالنسبة للزمن. فهاي عندي continuous function، وأغلب الفيزيكال سيستم اللي متعامل معهم إحنا هم بالcontinuous، فضروري لازم نفهم الcontinuous والdiscrete، وضروري نشوف كيف نحول من continuous لdiscrete. يعني أنا هون عندي continuous function وعندي discrete function، طب كيف بدي اروح من continuous ل discrete؟ ما احنا بنحكي الphysical systems اللي عندي هم كلهم عبارة عن continuous functions. طيب وانا بعرف انه الكمبيوتر او الكنترولر اللي راح استخدمه المايكرو كنترولر المايكرو بروسيسور المايكرو كمبيوتر هو عبارة عن discrete او يعني digital، يعني لازم ادخله discrete values. عشان هيك في عنا اللي هو بناخذ بنحول من continuous to discrete ببساطة باستخدام، انتم بتعرفوا انه انا ممكن اخذ sampling rate، يعني اذا كان في عندي زي ما انتم شايفين هون في عندي اللي هو continuous function، فببساطة ممكن عند كل اجي احكي عند مثلا كل واحد ثانية او كل خمس ثواني او كل ربع ثانية او كل مثلا واحد في عشر قوة ناقص ثلاث ثانية حسب السيستم طبعا راح اخذ قراءة. فهلا اذا اجيت مثلا عند الثانية الاولى واخذت القراءة راح تكون هاي اسمها x1، يعني x1 راح تكون. طيب هلا اذا اجيت عند الثانية الثانية اخذتها راح تكون هلا بحيث انه عندي دلتا t كانت equal هون دلتا تي خلينا نحكي 1 سكند. اوكي يعني شو يعني دلتا تي اللي هي بنسميها السامبل تايم؟ السامبل تايم هاي بتساوي 1 سكند، يعني انا كل 1 سكند بدي اخذ سامبل. هلا ممكن يكون سامبل تايم كل 0.5 سكند، كل 0.2 سكند، كل 0.01 سكند، كل 5 ثواني، يعني كل 10 ثواني، كل ساعة، كل يوم، حسب السيستم. يعني اكيد في سيستمز مثلا اذا بنحكي عن تمبريتشر ما فيش داعي التمبريتشر لغرفه لدرجه حراره الغرفه ما فيش داعي اخذ مثلا 2000 قراءه بالثانيه. ليش؟ لانه اكيد مش راح تفرق خلال ثانيه تفرق، وممكن اخذ مثلا كل 10 ثواني قراءه وهذا مش راح ياثر كثير، مش راح انت كثير تتاثر
اذا شغل الكونديشن قبل 10 ثواني او بعد 10 ثواني، او يعني مثلا اذا تغير درجه حراره واحد خلال 10 ثواني مش راح يكون كثير مؤثر مثلا، بينما بقلل علي الكوست بحيث انه ما اصيرش اخذ كثير سامبلز واعملها بروسيسنج. هذا طبعا بحاجه ل بروسيسر اعلى، بحاجه لاشياء. فهلا حسب السيستم، بينما في سيستمز لا، مثلا لما نحكي عن كيميكال رياكشن انت بده يكون عندك مثلا سامبلينج ريت عالي كثير. باي ذا واي كيميكال رياكشنز ممكن نعتبره داينامك سيستم لانه بتغير مع الزمن، عشان هيك بيعتمد على السيستم اللي عندك، بيعتمد على اشياء كثير. ف يعني التايم ريت هذا بيعتمد على السيستم زي ما حكينا. فخلينا نحكي انه 1 سكند، يعني انا لو بدي اخذ كل 1 سكند فبروح عند هاي عند ال 1 سكند باخذ القراءه وبسجلها، هاي راح تكون اكس 1 اللي عند سكند 1. هلا لما اروح على 2 راح اروح على هاي راح تكون اكس 2. ليش سميتها اكس 2؟ لانه اخذتها عن تايم ايكوال او عند البيريود الثانيه، وعندي كل بيريود انا باخذها ب 1 سكند. فهلا لو كانت عندي دلتا تي 5 سكند اكيد هاي راح تكون اكس 1 وهاي راح تكون اكس كم؟ اكس 2. بس هون راح تكون الكي كم؟ 2 ودلتا تي 5 سكند. اوكي، يعني اللي هو عند تايم ايكوال 10 ثواني هون، لانه اول واحدة اخذتها عند 5 والثانية راح اخذها عند 10. فK2 راح تكون 2 ضرب 10. وضحت الصورة؟ برجع بعيدها، يعني لو كانت دلتا تي ايكوال 5 سكند راح يكون في عندي هون K اللي هي X1، والX1 اذا بدي اروح راح تكون عند K ضرب دلتا تي اللي هي K1 بالدلتا تي 5، يعني راح تكون اللي هي بالكونتينيوس X عند الخمسة سكند، يعني X5 بالكونتينيوس اللي هي عند الثانية 5 سكند. شايفين؟ طيب هلا لو بدي اروح اخذ السامبل بعديها راح اخذ هون السامبل بعديها، وراح تكون هون عندي فعليا راح تكون عندي هون 10، وهاي راح تكون X2 اللي هي المرحلة الثانية. فعندي هون راح تكون X2 راح تكون عبارة عن اللي هي 2 لأنه K عندي 2 ضرب دلتا T اللي هي 5، راح تكون X في الكونتينيوس عند ال 10 عند تايم 10. وفعلا لما اروح عند تايم 10 واخذها هي راح تكون القراءه، يعني اذا بروح هون باخذها عن اللي هو الكونتينيوس فانكشن. فهيك بنقدر نحصل اللي هو او يعني ناخذ باستخدام السامبلينج. طيب باختصار كيف ممكن ارجع اكتب اللي هو النيو؟ بدي اخذ النيو ستيت هي عباره عن الاولد ستيت، يعني بلس دلتا تي في اكس دوت. هي اذا بدي احول، خلينا نحكي من بدي احولهم من ديفرنشال ايكويشن ل ديسكريت سيستم. فاذا بدي اخذ اكس كي بلس 1 انا دائما بهمني اخذ، يعني بدي اخذ من هاي بدي احولها ل كونتينوس سيستم، بقدر اخذها بهالشكل هذا اكس كي بلس 1 بيساوي اكس كي بلس دلتا تي في اكس دوت اللي هو هذا التايم تشينج او الريت تشينج. اوكي، فعشان هيك اذا بدي اخذ النيو ستيت بتساوي الستيت اللي قبلها زائد دلتا تي في الاكس دوت كي في دلتا تي. اوكي واضح؟ اتخيل واضحه انه اذا بدي اخذ الستيت اللي بعدها هون يعني x هون، هلا انا بحكي عن x هون هي عباره عن x الستيت اللي قبلها زائد بدي اشوف اللي هو دلتا x عفوا دلتا t بمين ضرب ال x دوت اللي هو التايم تشينج اللي هو هذا. اوكي اللي هو الريت هذا السلوب هون. اوكي طيب عشان هيك بقدر اكتب اللي هي ال differential equation بهالشكل هذا xk plus 1 يساوي xk زائد دلتا k في fk f of xk uk. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو الموبايل روبوت.
فبدنا ناخذ اكزامبل بسيط نبلش فيه عشان نفهم شو يعني الكنترول ثيوري، شو يعني شو بدنا نعمل. اذا بتتذكروا حكينا عن اللي هو السبيد كنترول سيستم، هون رح نرجع نحكي على السبيد كنترول سيستم. بدنا نحكي عنه ببساطه. السبيد كنترول سيستم او السبيد كروز سيستم يعني زي ما حكينا هو عباره عن سيستم بثبت لي سرعه السيارة على سرعة معينة. فبدنا ناخذ موديل بسيط، هذا الموديل مش هو 100% مزبوط للسيارة، بس بدنا ناخذه يعني ابسط شكل له باستخدام اللي هو نيوتنز سكند لو، بحيث انه نطلع موديل للسيارة ونقدر نعمل عليها كنترول. طيب شو هذا الموديل؟ زي ما حكيت لكم عندنا نيوتن سكند لو. نيوتن سكند لو بيحكي الفورس على اي سيستم او على اي جسم بيساوي الكتلة للجسم هذاك مضروبة بالاكسلريشن تبعه. طيب هلا ممكن نكتبه بالفورم الثاني تبع نيوتن سكند لو اللي هو summation of force او مجموع القوة على السيستم هذا بيساوي الماس في اللي هو اللي هو linear momentum change او rate of linear momentum او الاكزوت اللي هو عبارة عن اللي هو خلينا نحكي او summation of force بيساوي اللي هو rate change of linear momentum. by the way يعني نيوتن سكند لو ممكن يعني اللي هو بهالشكل هذا بينكتب summation of force بيساوي d على dt يعني التغير باللينير مومنتوم، واللينير مومنتوم اللي هي ام في في، بس كونه الابلكيشن هون دائما عندنا ام تقريبا ثابته فراح يصفي عندي ام في دي في اوفر دي تي. وهلا الستيت هون عندنا احنا المهتمين فيها اللي هي الفيلوسيتي، لانه بدي اثبت الفيلوسيتي فراح نسميها اكس، وباي ذا واي اغلب الكنترول ثيوري بوكس بسموهن اكس يعني. فعشان هيك راح نحكي اف اللي هي هون عند الفورس اللي مأثرة على السيستم بيساوي الماس مضروبة بالدي اكس على دي تي اللي هي هاي. راح ناخذ هذا الموديل ونعتبره هو موديل، طبعا هو مش صحيح 100% بس راح نشوف انه يعني كثير ممكن يساعدنا بفهم الموضوع. طيب هلا زي ما حكينا اذا عندي الستيت اللي هي الفيلوسيتي وعندي اللي هو اف بيساوي ام في اكس دوت. طيب هلا من وين الفورس الماس والاكس دوت تفهمناهم اللي هم الماس والتغير في السرعه تبعته بالنسبه للزمن اللي هي اكس دوت اللي هي الاكسلريشن. طيب الفورسز اللي جايه على السياره بدنا نعتبرها اللي هي one force جايه من الانجن equal c في u، واليو هون او يعني اليو عباره عن الانبوت للغاز او للبريك سيستم، والسي اللي هو الكوفيشنت اوف الكتروميكانيكال ترانسميشن سيستم. يعني بدنا ناخذه سمبل موديل ونعتبر انه في عندي انا بدعس دعسه البنزين مضروبهم في فاكتور ثابت هذا اللي جاي من اللي هم من الجيرز ومن كل شيء بواجهني الكتروميكانيكال سيستم لغايه ما يعطيني اللي هو الفورس اللي بدي اياه، فهو بالاخير للانجن جاي. طيب اذا اجيت اخذت الموديل هذا اللي هو سي يو ايكوال ام اكس دوت، لانه هون اف يعني بدنا عوضنا عنها بسي يو، فراح يصير في عندي الاكس دوت او اللي هو الكار موديل هذا او الاكسلريشن تبع السياره بيساوي سي، وهذا السي حكينا كونستانت على ام في يو، ويو هذا الانبوت تبعي اللي انا بدي اعمل له كنترول، لازم اعرف هذا ادخله هذا اللي اعمل له ديزاين تبعي اللي بدي اياه اللي هو الكنترولر اللي بدي اعمله، شو هو لازم اعطيه للانجن على اساس احصل الشيء اللي بدي اياه. طيب اذا هلا بدنا نعمل كروز كنترول سيستم، والكروز كنترول سيستم هون مطلوب مني شو اعمل؟ اعمل اثبت سرعه السياره عن سرعه انا بدي اياها باستخدام السمبل موديل هذا او الكار موديل اللي جاي من نيوتن سكند لو. ببساطه بدي استخدمه. اذا انا بدنا نشوف مثلا لو اجيت حكيت له بدي سرعه السياره بتساوي 100 كيلومتر بير اور، اوكي، فعندي الاكتوال سبيد اللي هو السياره، بتعرفوا انه ممكن اقيس سرعه السياره وهي ببساطه السياره موجوده ممكن اشوفها، هاي بدي اوديها فيدباك وأقارنها. مثلا إذا وصلت سرعة السيارة ل 80 بدي أوديها، إذا أنا 100 ناقص 80 عندي ايرور 20، المفروض يدخل على الكنترولر ويعطيني اليو، هاي تدخل هون
وتحاول تزيد لي سرعة السيارة هون بحيث أوصل للإكس اللي هي السبيد اللي بدي إياها، هون الإكس والإكس دوت الأكسلريشن السبيد اللي بدي إياها، لغاية ما يوصل عندي الإيرور إيكوال زيرو، يعني هون تصير السرعة 100 كيلومتر بالساعة. طب شو بدي أنا؟ بدي إكس goes to zero as t goes to infinity. عفوا مش x goes to 0 x goes to 100. أنا هون بدي إياها سرعته توصل لمية لما t بتروح للإنفينيتي. شو يعني؟ أنتوا بتعرفوا إنه إحنا ميكانيكال سيستم يعني صعب إنه يوصل with zero time للتارجت اللي بدي إياه، فأنا بدي إياه بالأخير بمفهوم آخر بدي السيارة توصل لسرعة 100، حكينا الـ X اللي هي الـ State تبعتي اللي هي الـ Velocity، لما يكون في عندي وقت كافي. هلأ مقصود Infinity مش إنه بعد 10 أيام، بس إنه يكون في وقت كافي، وهاي الـ Infinity من System لSystem تختلف يعني. بس بدي إياه بالأخير الـ System يوصل للـ Desired Speed اللي بدي إياها هون، أو الـ Desired Output اللي أنا محدده. مثلاً بدي توصل درجة الحرارة لـ 25 بعد وقت كافي. هذا الـ System، هذا الـ Goal تبعي أنا بدي إياه. أو باختصار تاني بدي الايرور يكون زيرو بعد وقت كافي. شو يعني الايرور يكون زيرو؟ يعني desired output بيساوي الاكتوال output. يعني أنا بدي سرعة 100، فلازم يكون الاكتوال سرعة السيارة 100 بعد وقت كافي، وهذا الجول اللي هو جاي من السيستم. أوكي، فعشان هيك لازم ننتبه ونشوف هذا الكنترولر، هذا الجول بدي اياه، فلازم يحقق لي. طبعا في كثير ممكن نختار يعني بشكل، هلا بدناش نختار بشكل سيستماتيك، يعني بدنا نختار بشكل عشوائي شو بيخطر ببالنا. فحدا من الاشخاص ممكن يخطر بباله يحكي انا بدي اعمل كنترولر اللي هو يو، هاي تكون بتساوي يو ماكس، يعني بدي احط قيمه مثلا 1000. اوكي، اذا الايرور بوزيتيف. شو يعني الايرور بوزيتيف؟ نرجع الايرور شو بيساوي؟ r minus y. شو يعني r minus y؟ يعني اللي هو الانبوت minus الاكتوال اوتبوت. فمثلا اذا كانت الـ r اللي هي الديزايرد اوتبوت انا بدي اياها 100 زي ما اتفقنا، والواي اللي هي الاكتوال اوتبوت مثلا اذا كانت، شو يعني هاي كانت 80، فالايرور شو راح يكون؟ 20، فراح يكون بوزيتيف. اوكي، فانا راح اعطيه يو ماكس، يعني راح اعطيه اقول له لا انت لسه مش واصل اللي بدي اياك، لانه واصل لسه بدي اعطيه يو ماكس، يعني بدي اعطيه اللي هي هون بدي اليو تكون بيساوي يو ماكس اللي هي مثلا ممكن تكون مثلا قيمه معينه يعني اللي هي 1000 مثلا. هلا يو بيساوي 1000. شو يعني 1000؟ يعني بدي اعطي مثلا ازيد اللي هي دعسه البنزين للماكسيمم، يعني ادعسها على الاخر. هذا ممكن حل، انا لسه ما وصلتش للشيء اللي بدي اياه، عندي لسه في ايرور، انا لسه ما وصلت لل100 فعندي لسه ايرور بدي ادعس دعسة البنزين. هلا اذا الايرور او انه ممكن يكون الانبوت تبعي للسيستم بيساوي ماينس يو ماكس، اذا الايرور نيجاتيف. شو يعني الايرور نيجاتيف؟ يعني هون انا ديزايرد 100 وانا واصل ل110. شو يعني 110؟ انا واصل اعلى من السرعه اللي بدي اياها، فهون بدي اياها ماينس 1000، لانه هيك هون اذا كان عندي 110 فطلع الايرور عندي ناقص 10، فالايرور نيجاتيف. انا بدي اياها يكون يبطئ، يعني ماينس يعني انه وكانه بدي ادعس بريك، او يكون عندي الانبوت زيرو لما يكون الايرور زيرو، وهذا الشيء اللي بدنا اياه. اذا بتشوفوا انا بدي اياه لما يكون يوصل السرعة الايرور لزيرو بدي اياه يضل على زيرو، بديش يغير خلاص، بديش اعطيه كمان ادعس زيادة او شيء على اساس تضل سرعته هيك. طبعا اذا بنروح نرسم هذا هي رسم تقريبية، طبعا مش تو سكيل ولا شيء، بس هي سكتش. هذا راح حل لنا المشكلة. يعني اذا بتشوفوا كانت سرعة مثلا السيارة زيرو، راح تبلش تزيد سرعة السيارة لغاية ما يوصل السرعة اللي بدي اياها ال 100، وراح اوصل اللي بدي اياه وراح تثبت على 100. فواحد راح يحكي لي اذا تمام ما في داعي ندرس اصلا كنترول ثيوري وخلاص، انا لقيت كنترولر بيعطيني اللي بدي اياه. اول شيء واضح انه وصل للديزايرد اوتبوت
هلا ستيبل، انا بحكي لك ممكن احتمال يكون ستيبل كبير، شايفينه ستيبل احنا. هلا ما بيعتمد على الماسز تبعت، اذا بنرجع على الموديل تبع السياره، شيء مهم انه الكنترولر تبعي هذا بيعتمدش على الماس ولا بيعتمد على السي، عشان هيك يعني اذا تغيرت الماس تبعت السياره مش راح يتغير الكنترولر، اذا تغيرت السي مش راح يتغير الكنترولر. فهو روبست يعني حكينا فيه عن اشياء اللي هو حكينا ستيبل، ستيبل روبست. هلا تراكينج هو وصل للإشي اللي بدنا اياه، ديستربنس ريجكشن نفترض انه وصل اللي بدنا اياه. بس بدي احكي لك شغله انه هذا كل إشي تمام، لكن اذا بنروح نرسم اللي هو الانبوت، يعني هذا الانبوت او خلينا نحكي الانبوت مع الاوتبوت، هذا الاوتبوت باي ذا واي، هذا الاكتوال اوتبوت زي ما حكينا، اللي هي اذا جيت ارسم الانبوت اللي هي يو، راح الاقي انه انا مره بطلع اون ومره برجع اوف، اون اوف اون اوف اون اوف اون اوف، يعني بشكل كثير. وهذا بنرجع للاوبتيماليتي، يعني مش اوبتيمال الديزاين تبعي، مش اوبتيمال. شو يعني مش اوبتيمال؟ يعني هذا راح يصير يعطي السيارة on off هيك بشكل سريع، يعني بيعطي مرة on مرة off، لأنه إذا كانت سرعة السيارة 101 راح يدعس بريك فجأة، إذا كانت 100 أو 99 راح يعطي بنزين على الآخر، فراح تصير ما في عندي أصلا حتى يعني مش comfort راح يكون الديزاين تبعي. هلا راح يثبت لي السرعة تقريبا على 100 ورح يظل هيك، ولكن رح يستهلك أول شيء كثير. طبعا هذا ممكن يعمل لي failure بالparts، ممكن يعمل لي أشياء كثيرة اللي هو sudden change هاي أو التغير المفاجئ. فعشان هيك الباك بانك كنترول قد يكون يعني الوهلة الأولى إنه ناجح، ولكن في كثير applications أو يعني ممكن إذا نطلع عليه هو مش optimal design للسيستم بدي إياه، وعشان هيك يعني مش رح نأخذ فيه. حتى يعني راح يحكي لي اوكي الظاهر هون انه انا كان الكنترولر يعني زي ما حكينا اذا كان عندي الايرور واحد كان يروح للماكسيمم، واذا الايرور ناقص واحد يروح للناقص ماكسيمم، واذا الايرور 1000 يروح للماكسيمم نفس الشيء. يعني كان يتعامل مع الايرور سواء صغير او كبير يتعامل معه نفس الشيء. وراح يحكي لي اوكي بدي اخذ اليو as a function of error، يعني بدي اضربه بكين بحيث إذا الايرور كان صغير عندي، يعني إذا كنت عند سرعة 101 يكون الاوتبوت عندي أو الاكتويشن اللي بعطيه إياها بدل ما يروح للماكسيمم يروح يكون function of error، يعني رح يكون صغير. وإذا الايرور كبير رح مثلا إذا كنت أنا لسه بعيد عن عن السرعة 100 سرعة 20 فرح أعطي بنزين عالي، لأنه رح يكون function الايرور 100 ناقص 20 8 أضربه بجين constant هذا. أوكي وهذا الجين راح يساعدني هلا راح نحكي شو، فاضربه بجين وهذا راح يكون يضل يزيد السرعه، بس انا كل ما اقرب من السرعه اللي بدي اياها راح اخفف الجين، وهذا مش راح يغير لي يصير في عندي هذا التغير المفاجئ اللي حكينا عنه. بنحكي له هذا اوكي البي ريجوليتر بنسميه بي ريجوليتر او بي كنترولر، وموجود البي كنترولر ممكن نستخدمه، ولكن في مشكله يعني اذا بتشوفوا راح يكون عندي هيك راح يطلع الانبوت وراح يطلع بشكل عفوا راح يكون هيك وراح يطلع. هلا المشكله فيه هون بالستيدي ستيت ايرور، يعني هون راح يضل في عندي ايرور. هلا ليش راح يضل في عندي ايرور؟ ببساطه راح يضل في عندي ايرور لسببين. السبب الاول اللي راح احكي عنه بينطلق يعني بينطبق على اغلب او على كل السيستمز، انه انت كل ما تقرب زي ما انتم شايفين كل ما اقرب من الديزايرد هون اللي بدي اياه الايرور الاي راح يكون صغير. فانا اذا كنت عند ال 80 الايرور راح يكون 20، واذا كنت عند ال 90 الايرور راح يكون 10. هلا إذا كنت عند العشرة الايرور راح يكون 90. هلا let's say gain 10، فإذا هون أنا عندي يو هاي أنا بدي actual speed هاي اللي هي الاكس وهاي الايرور، ف
فاليو هون كان عبارة عن الجين 10 مضروب بالإيرور 20 اللي هو كان 200، وهون كان 10 اللي هو الجين، حكينا الجين 10 مضروب بالإيرور 10 اللي هو صار 100، وهون كان 90 ضرب 10 900. هلأ شو اللي بصير؟ كل ما أقرب للإيرور مثلا خلينا نحكي، راح يضل الانبوت يبلش يصغر، وهذا الانبوت مرات بيكون مش كافي يوصلني للتسير، يعني بصير يصغر الانبوت، الانبوت بصير مش قادر أوصل للإشي اللي بدي إياه. هلأ إذا بنحكي عن السيارة، تخيل السيارة أنت كل ما بتزيد سرعتك شو بصير بالسيارة؟ هلا كل ما تزيد السرعة تبعتك بالدايركشن هذا راح يصير في عندي دراج فورس اف دي بنسميها، الدراج فورس راح تزيد هاي، وراح تزيد في بشكل بحيث انه ما يعني راح تمانعك انك توصل لهالشيء هذا، فالفورس اللي انت بتعطيها هاي اللي هي اليو اللي حكينا عنها المية هاي بطلت تقدر تتغلب على الدراج فورس. يعني إذا بدي أشوف اليوم على الدراك فورس، فاليوم مش قادر تتغلب لي على الدراك فورس، مش قادر توصل للمكان اللي بدي إياه. فالواضح إنه البي ريجوليتر بالموضوع هون مش راح يكون فعال. طيب شو بدي أعمل؟ راح يجي حد تاني يحكي لي أنا عندي ديزاين كونه في عندي الدراك فورس بدي أدخلها الدراك فورس، وبدنا ندخلها الفورس. طبعا الدراك فورس كل ما زادت السبيد بتزيد، فهي عبارة عن الاف دي اللي حكينا عنها. اذا بدنا نعملها موديل ممكن نحكي هي عبارة عن الفا مضروبة باكس، والاكس هون السرعة تبعتي، فالاف دي ممكن اعوضها هون، وهي عبارة عن هلا الفورس صارت بتأثر على السيارة، الفورس الجاي من الانجن هاي اللي حكينا عنها بالاول اللي هي سي ام على يو، وفي عندي الفا في اكس اللي هي جاية دراك فورس اللي جاية من الهواء. طيب واحد بيحكي لي اوكي، طيب انا بدي احط ديزاين كنترولر يو بدي اعمله نفس اليو اللي كنا نحكي عنه، بس بدي اعدل عليه شوي. شو التعديل اللي بدي اعدل عليه؟ بدي اعدل عليه تعديل معين بحيث انه الفا في اكس هاي يعني احاول استغني عنها. شو يعني احاول استغني عنها؟ يعني بدي الفا في اكس عفوا، هون الديزاين هون بده يبين لنا انه الكنترولر، انا هون حاط السلايدز على اساس ابين لك الكنترولر هون الكي في اي اللي هو البي بروبورشنال كنترولر شو راح يكون تاثيره لو كان في عندي اخذت بعين الاعتبار اللي هو الدراك فورس. هلا زي ما انتم شايفين اذا عوضت الكي اي هون الكي في الايرور، والايرور هو عباره عن ار ماينس اكس، اذا عوضته هون وانا بدي اياه الاكس دوت يكون زيرو فاينلي، بدي x dot equal zero رح يطلع عندي الفيلوستي هذا هيك بتساوي، يعني بدي يكون عندي steady state error بيكون عندي x dot equal zero. هلا x رح يكون عندي بتساوي ck على ck plus alpha m في r. طيب هلا ck على ck plus alpha m في r، فزي ما احنا شايفين هون no way انه ال x تكون بتساوي ال r. ليش؟ لانه شو ما اخترت سي في كي هون يعني قيمة، لو خلينا نحكي الكي هون الجين تبعي والسي هو كونستانت، فالجين لو اخترته مع الكونستانت السي في كي كانت 100، راح يكون 100 على 100 زائد الفا في ام، والفا في ام لتسي مثلا 10، فراح يصفي عندي انه اكس يساوي 100 على 110 في ار، فدائما x راح تكون اقل من الديزاير اوتبوت اللي بدي اياه. فهذا ببين لي انه البروبورشنال كنترولر مش فعال. طب خلينا نحكي، طب لو اجيت حاولت اعمل ديزاين ثاني لكنترولر زي ما حكينا قبل شوي، بدي احاول هذا الايفكت تبع دراج فورس الغيه، يعني بدي اعمل كنترولر يلغي لي الدراج فورس هذا ويحافظ لي على نفس الشيء. يعني بدي اجيب البروبورشنال كنترولر واضيف له كمان تيرم، يعني لليو سيجنال اضيف لها كمان تيرم بحيث انه هذا بالاخير اتخلص منه، وكانه دراج فورس بدي اهم، يعني بدي اقضي على الدراج فورس هاي نتيجه الكنترولر. طبعا اذا عوضت هاي الكنترول لو هون عوضته بالايكويشن تبعتي بالموديل تبعي
رح يطلع عندي اكس دوت بدي اياها زي ما حكينا بتساوي 0، رح اعوض مكان اليو، اعوض قيمتها هون يعني، رح يطلع عندي هون. واذا برجع ببسطها هاي رح يكون عندي، لانه هاي ماينس الفا اكس مع الالفا اكس حكينا هذا انا اللي بدي اياه، فاخترت الكنترول لو بحيث اقضي عليها هاي، ف هاي صارت 0 ماينس الفا اكس بلس الفا اكس، فانا قضيت هون على اللي هو الدراج فورس تاثيرها، عوضت نفس القيمه. يعني قديش قيمه الدراج فورس مثلا كانت 100، عوضت بالكنترولر قيمه ثانيه نفس القيمه 100 بحيث انه اقضي عليها، اذا زادت راح يزيد هذا بالكنترولر. حلو، هلا r minus x equals 0، اذا r بتساوي x، وهذا اللي بدي اياه. يعني هون هذا اللي بدي اياه، اموري تمام، وصلت انه r بتساوي x. بس بدي تنتبهوا لي لشغله معينه هون، طبعا اكيد راح r بتساوي x، ما في جدال بالموضوع. بدي تنتبهوا لي للكنترولر اللي استخدمته انا. الكنترولر شو الباراميتر اللي كان فيه؟ الk اللي هو gain ثابت انا بختاره، والايرور وهذا بيعتمد على الميجرمنت، الفا تعتمد حكينا على السبيد، هون عباره عن كونستانت، في عندي ام وفي عندي سي. الام والسي هذول بيعتمدوا، هم باراميترز تبعون السياره. بنرجع نحكي من اول روبوستنس، هل هو روبست؟ لا. ليش؟ لانه اذا تغيرت الماس تبعت السياره راح يتغير الكنترولر، فلذلك مش روبست، يعني هذا راح يتغير وهذا راح يسبب لي مشاكل. طبعا هلا السي اللي هو الترانسميشن زي ما حكينا كوفيشن، اذا تغير اي شيء بالسياره، خلينا نحكي المشن تبع الجيرز صار فريكشن اعلى اقل، مش راح اوصل للي بدي اياه، راح يصير في عندي مشاكل. فعشان هيك هذا لا يعتبر روبست ديزاين، مع انه وصلت للي بدي اياه. أنا هون وصلت بديها، ولكن ضل في عندي مشكلة بإني اخترت الكنترولر في أم وفي سي، وهي واحدة من المشاكل اللي لازم ننتبه لها لما أختار الكنترولر، ما يكون في عندي أي شيء من باراميترز تبعون السيستم فيه. زي ما حكينا إذا هذا مش راح نأخذ فيه، راح نروح على الجزء الثاني اللي هو بنسميه بي آي ريجوليتر. هلا كانت واحدة من المشاكل تبعتي البي ريجوليتر لحاله، انه كان زي ما حكينا ما يقدر يوصل لي لل 100 كيلو متر بير اور، او للديزايرد انبوت اللي بدي اياها، او ديزايرد اوتبوت عفوا. فعشان هيك واحده من الحلول انك تدخل عامل فيه اللي هو الانتجريتر. ليش بدخل عامل انتجريتر؟ هلا الانتجريتر هذا ما بيعتمد على الكرنت ايرور، يعتمد على previous. فإذا معنى integrator يعني أنه أنا بروح بشوف الايرور هون وبرجع بكمله هون، يعني كل الايرور هذا الايرور، يعني هذا over time بعمل، يعني هون بعمل له accumulation، يعني بحطه فوق بعضه الايرور بحيث أنه أوصل. فأنا لما أوصل لهون رح يكون في عندي كمية كافية من الايرور هون، قيمة عالية هون اللي هو الانتجريشن هذا، رح تكون قيمته عالية بحيث أنه يضل عندي الانبوت شو يدفع لي في الانبوت، في فورس عالي يدفع لي السيستم لغايه ما اوصل الديزاير، وهذا راح يحل لي اللي هي المشكله. هلا شو اللي بصير؟ طبعا البي اي ريجوليتر راح يوصل لي اياها، راح يصير في عندي اللي هو مشكله معينه، انه انا خليني اغير بس الخط. انه هاي عندي desired اللي بدي اياه، وعندي انا الانبوت زي ما حكينا، هاي الانبوت راح تكون. لما اوصل لمرحله لهون راح يكون الايرور عالي زي ما حكينا، وبلحظه من اللحظات لما اوصل لهون راح يضل الايرور معي مرافقني، لانه بعمل الايرور بعمل accumulation هون حكينا. اوكي، يعني هون زي ما حكينا هاي الديزاير، لا
لما اوصل لمرحله لهون راح يكون هون هذا بيعمل لي accumulation، بيعمل لي، فراح تكون قيمه اليو هاي عاليه. شو راح يصير؟ راح يدفع بالاوتبوت، فانا بدي اوصل لل100، مش راح يصير لل100، راح يروح مثلا لل110 120 حسب قيمه الكي، راح يروح مثلا لل120. اوكي، وهلا طبعا راح يصير في عندي الايرور بوزيتيف، راح يرجع لهون، وراح يصير في عندي شيء اسمه الاوسيليشن. وهذا طبعا الاوسيليشن بديش اياه، او بدي احاول يعني اخففه، عشان هيك بالعاده بنضيف شيء اسمه او التيرم تبع اللي هو الدريفاتيف كنترولر. هذا التيرم تبع الدريفاتيف كنترولر زي ما انتم شايفين بيعتمد على اللي هو الدريفاتيف، مقصود فيها اللي هي التايم او الريت تشينج او اللي هي السلوب. فزي ما انتم شايفين لما يكون عندي هون راح يكون في عندي سلوب بوزيتيف، وهون راح يكون عندي سلوب نيجاتيف. فهي راح تشوف الكرنت او كيف الاتيتيود تبعك. فاذا كان عندي مشكله، عندي كان عندي بوزيتيف ايرور وعندي صار الايرور فعلا هو نيجاتيف، راح تاخذ الريت تشينج، وراح تحاول ما تحاول تخليه يروح للريت تشينج، وراح يكون في عندي شيء بنسميه بي اي دي كنترولر. وهذا البي اي دي كنترولر يعتبر من اكثر الكنترولرز مستخدمه في الابلكيشنز في السيستمز. يعني اذا بنروح على ابلكيشنز كثيره اندستريال ابلكيشن راح نشوف بي اي دي كنترولر، وبنقسم لثلاث اقسام زي ما حكينا. اول واحد اللي هو عباره عن البروبورشنال كنترولر، وهو عباره جين مضروب بالايرور مباشره. والثاني اللي هو الانتجرال تيرم، واللي هو كونستانت مضروب بالانتجريشن تبع الايرور. واخر واحد اللي هو الديريفاتيف تيرم، هو عباره عن كونستانت مضروب بمشتقة الايرور. طيب هلا البي تيرم شو بيعمل؟ طبعا كونتريبيوت ستابيليتي وذ ميديوم ريت ريسبونسيفنس. والمشكله في عنده زي ما بتتذكروا هلا بيعطيني ستابيليتي اكيد فور شور، او ميديوم ريت تشينج يعني بحاجه شويه وقت عشان يوصل للفاينل فالي تبعته. المشكله بالتراكينج زي ما شفنا اذا بتتذكروا، كان عندي بطء البي كنترولر او بي ريجوليتر، كان مش قادر يوصل للفاينل او للديزايرد اوتبوت، فكان في مشكله بالتراكينج. هلا عشان اعمل انهانسمنت للتراكينج زي ما حكينا بنضيف الاي تيرم، فهو بيعمل انهانسمنت ل التراكينج والديستربنس، يعني بيعمل ديستربنس ريجكشن. بس مشكلته انه سلو ريت يعني ريسبونسيفنس. شو يعني سلو ريت ريسبونسيفنس؟ يعني اذا بتتذكروا انه هذا التيرم كان عباره عن انتجريشن، وهو بجمع لي يعني بياخذ لي الفاليوز هون وبيجمعهم مع بعض. هلا عشان تعمل انتجريشن والفاليوز تعملهم اكيوميليشن هذا بيحتاج ل تايم، فعشان هيك هذا بيكون بطيء كثير. فعشان هيك بنسميه سلو ريت. يعني هذا واحد من ليش حكينا انه هو الريسبونس تبعه بطيء الاي تيرم. وفي عندي مشكله ممكن يخلقها اللي هي الاوسيليشن. اوكي، هلا الدي تيرم طبعا هو فاست ريت. ليش فاست ريت؟ لانه هو بياخذ المشتقه هي عباره عن زي يعني الكرنت فاليو ماينس البريفيس فاليو على دلتا تي ببساطه. بس هذا مشكلته الدي تيرم، بدنا نكون منتبهين له لما يكون في عندي نويز، ممكن هو سنسيتيف للنويز، وممكن بحاله النويز يعمل لي مشاكل. هلا الثلاث مع بعض كل واحد بيحاول يغطي على عيوب الثاني، فبيطلع عندي اللي هو زي ما حكينا بي اي دي كنترولر. هلا اللي بيهمنا هون طبعا رح نحكي اكثر على الكنترولرز ان شاء الله لقدام، بس هذا الكونسبت ببساطه شو يعني بي اي دي كنترولر. هلا بيهمني انا بعد ما اعمل ديزاين البي اي دي كنترولر اكون قادر اعمل له implementation. شو يعني implementation؟ يعني اروح احط ال PID controller على كمبيوتر او على مايكرو كنترولر على مايكرو بروسيسور. فعشان هيك السؤال how to implement ال PID controller in a micro controller or computer or digital device. ببساطة اول term زي ما شفنا هون في عندي term اللي هو اول شيء اللي كان اللي هو عباره عن كي في دلتا اي. فانا ممكن حسب السامبل ريت اللي هي يو في كي اي كيف ممكن احوله من كونتينوس لديسكريت. هلا الكي ما في يعني هو ثابت، فبضل كي بي، هذا راح يضل كي بي. هلا
عفوا هون، فهذا راح يكون عندي عبارة عن كي بي مضروب في الاي نيو ماينس الاي اولد، هاي نيو باي ذا واي. طيب هلا بالنسبه للديفرنشال تيرم بخلي الانتجريشن تيرم بعدين، اللي هو عباره عن كان كيف دي مضروب بدلتا او بالدي اي على دي تي. هلا ببساطه ممكن نحكي اللي هو الديسكريت، احول هاي المشتقه هاي ببساطه للفورم هذا اللي هي الاي نيو ماينس الاي اولد على الدلتا تي، اللي هي المشتقه ببساطه يعني نيوميركال فورم، هاي يعني سمبل فورم اللي بنحكي لها، انه باخذ القراءه الحاليه للايرور ماينس الايرور اللي قبله على دلتا تي اللي هو السامبل ريت. طيب هلا بالنسبه للانتجرال تيرم، بالنسبه للانتجرال تيرم زي ما حكينا هي الانتجريشن معناها اللي هي الاريا تحت الكيرف. هلا واذا بنروح على الاريا تحت الكيرف بقدر اقسمهم ل زي ما احنا شايفين هون ل مستطيلات، وبوق بدي اخذ اللي هو دلتا تي اللي هي سامبل ريت في القراءه تبعت الاكس كي هون، هاي بيعطيني، خليني امسحها هاي كلها، يعني هاي زي ما حكينا دلتا تي اللي هي سامبل ريت في الاكس كي هون، هاي رح تعطيني اللي هي المساحه تبعتها. طبعا كل ما زادت الدلتا تي بزيد يعني الريزوليوشن او الدقه بتكون احسن، فعشان هيك الانتجريشن ممكن نحكي اللي هو الاكس كي مضروب في او الدلتا تي اللي هو الايرور مضروب في الكي في الكي تي. اوكي طيب هلا هاي ممكن نسميها دلتا تي في اي اللي هي الايرور هذا او مجموع الايرور مضروب بالدلتا تايم، لانه هون الدلتا تايم هلا كل واحده لما نرجع نزيدهم هون راح نزيد هذا يعني الاريا هاي زائد الاريا هاي وبعدين الاريا هاي زائد الاريا هاي، فعشان هيك اخذنا هون السوميشن اللي هي الايرور اللي هي الايرور عند الكي كي في دلتا تي اللي هي هاي مثلا عند 10 تايم عند السكند 50 100 وات ايفر في دلتا تي اللي هي العرض تبع اللي هو المستطيل هذا اللي هو او السامبل ريت تبعنا. فممكن نحكي السميشن هاي اللي بناخذها ونطلع الدلتا تي برا ونسميها اي كابيتال. هلا النيو اذا بدي اخذ واحدة نيو جديده راح تكون بتساوي الاولد الجديده او المساحه القديمه، يعني خلينا نمسح هون، يعني اذا صار عندي هاي اي القديمه هاي اي اللي هي المساحه تبعت اللي هو اللي هم المستطيلات القديمه، اذا بدي اضيف شيء جديد فراح يكون عندي الجديده بتساوي القديمه زائد اللي هو دلتا تي في ان بلس 1 دلتا تي اللي هو هاي، يعني المساحه القديمه زائد المساحه الجديده. طيب لو بدي اجي اعمل سيدو كود كيف بدي اكتبهم على الجوريثم؟ اول شيء ريد الايرور. شو يعني ريد الايرور؟ بدي احدد شو هو الايرور، والايرور زي ما بتعرفوا الديزايرد فاليو اللي انا محددها ماينس الاكتوال فاليو او عباره عن ار ماينس واي. طيب هلا الاي دوت ببساطه عباره عن اي على الايرور ماينس الاي اولد الاولد الفاليو القديمه تبعتي على طبعا دلتا تي. هلا بالنسبه للانتجرال فورم اللي هو اي بيساوي اي زائد الايرور الجديد مضروب بدلتا تي، وبالاخير بصفي عندي الانبوت يو بيساوي الكي بي ضرب الايرور الحالي زائد كي اي في دلتا اي في اي عفوا زائد كي دي في اي دوت. طيب هلا شو ضل اعمل؟ ضل اعمل انه الاي اولد بيساوي الاي الحالي، يعني اعمل ابديت للايرور، يعني الايرور هلا على اساس لاني بدي اعمل لوب بدي ارجع اعمل اقرا النيو فاليوز بعد دلتا تي، يعني بعد الريت تايم الجديد اقرا النيو فاليوز واعمل ابديت لهم وبالاخير اعمل ابديت. فهلا ممكن تكون مثلا عندي حاليا كانت ديزايرد فاليو 100 حاليا كانت القراءه، خليني امسح كل شيء، 100
وكانت القراءة 80، فعندي هون السلوب راح يكون let's say الايرور القديم كان 70 30. اوكي هاي اي اولد كان 30، فالايرور دوت الاي دوت هون راح تكون عبارة عن اللي هو الايرور هون عبارة راح يكون 20 اللي هو 100 ماينس 80، راح تكون 20 ماينس الاي اولد اللي هي 30 على دلتا تي. هون دلتا تي بدي اخ انا ماخذها واحد على اساس انه يعني تضل ثابته، فعشان هيك يعني ممكن نغيرها دلتا تي باي ذا واي. هون اي بيساوي الاولد الاكيوميليشن القديم، ممكن المجموع تبعهم كان مثلا خلينا نحكي 1000 1000 زائد الايرور الجديد اللي هو 20 فصار 1020. ف الفانكشن او الكنترول لو راح يكون عندي الكي بي مضروب في 20 زائد كي اي مضروبه في 1020 زائد كي دي مضروبه في اللي هي ماينس 10. هلا لهون تمام، بدي اعمل ابديت للايرور الجديد، الايرور القديم حكينا كان 20 30 هلا صار 20، هلا بدي اعمل ابديت بالمرحله اللي جايه راح يكون الايرور اللي هو الايرور الحالي اللي هو ال 20، وهي خلص راح انساها عشان لما ارجع اقرا هون راح يكون ريد الايرور اللي هو الايرور الجديد بجوز وصلت يعني السرعه ل 90 فصار عندي 10. لما بدي اجي احكي اي دوت بيساوي اي ماينس اي اولد، اي اولد كان هلا الاي 10 والاي اولد صارت 20 ان وات ايفر. هاي بتضل لوب كامله على طول، راح اضل اقرا واعمل ابديت. هلا هيك نبذه بسيطه شوي عن اللي هو ال عن ال البي اي دي كنترولر او عن الكنترول ثيوري. فبالفيديو الجاي ان شاء الله راح نحكي عن تفاصيل اكثر.